يا معالي، ماشي يا معالي، انا هبلغ حمزة بالموضوع ده. خلاص هبلغه بقى. يلا انت بقى، مع السلامة. مع السلامة يا معالي، انا قاعد مع واحد صديقي بنتكلم في موضوع مهم جدا. السلام. السلام. شوف حضرتك، حضرتك ما عندكش اي احساس بالمسؤولية، لان اساسا انت ما عندكش اي التزامات. انت ملزوم مني ومسؤول مني في الاول وفي الاخر. يعني انا مسؤول ااكلك واشربك واسكنك، بالاضافه لان انت عندك اوبشن مختلف عني تماما، انك انت واللي من جنسك يعني بيتجوزوا في الشارع. ده عادي جدا. ايه في ايه؟ اسمع، انا ما بخافش منك شابهندر، اسمعني كويس. ايوه كده، انا مش بخاف منك، انا بحترمك، صدقني انا بحترمك.